ايه؟ الاهلي يغلق ملف افريقيا وده طبيعي، يعني نركز بقى في اللي جاي خلاص. يعني دي كلها اخبار فاتت، دي كانت متعلقه بكواليس ما بعد مباراه الهلال. يعني الماتش اللي جاي دجله، واكيد النادي الاهلي جاهز جاهزيه كبيره لهذه المباراه وان شاء الله يفوز فيها. فايلر يحلم باستكمال الانتصارات، اكيد ما فيش مدير فني ما يحلمش باستكمال الانتصارات، واحنا ماشيين بشكل جيد جدا في الحقيقه مع المدير الفني الحالي. اليوم السابع، الاهلي ينهي ملف تدعيم الهجوم بصفقه افريقيه قويه. طيب الاقرب يا جماعه فعلا هيكون اتجاه في مهاجم افريقي مميز، ده الاقرب لحد دلوقتي الاقرب فعلا هيكون مهاجم افريقي. هتقول لي ما انت في اول حلقه بتقول هتبقى الاولويه للاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه فيما عدا الاجانب. يعني انت لو هتجيب مهاجم اجنبي طبعا هتشيل حد من انت عندك الخمسه الاجانب المقيدين افريقيا، في منهم ما فيش كلام عليه، ممكن تشيل حد منهم وتحط مهاجم جديد يعني فيما عدا يعني الاجانب، لكن المحليين بالتحديد فرصهم اكبر ان هم يكملوا مع النادي الاهلي اخر الموسم على اقل تقدير بسبب ان هم متواجدين في القائمه الافريقيه وبسبب قدراتهم المميزه من الجانب الفني والبدني، واكيد هم اضافه للنادي الاهلي، لو كده ما كانوش هيبقوا موجودين في النادي يعني، او ما كانش هيبقى اختيارهم من الاول اصلا. طيب فايلر يشيد بالدفاع وقفشه، وفي الحقيقه كانت مباراه كويسه قوي القفشه بصراحه بالذات، يعني محاولات لاحتواء ازمه ازارهم مفيش ازمه، والاحمر يبدا اليوم استعداد لدجله وان شاء الله يكونوا موفقين. اخر خبر بقى معانا من الدستور، ركز معايا في الدستور شويه. الجوكر يتلقى عروضا من انديه خليجيه، هل ده حقيقي؟ اه حقيقي. انا بقول لحضرتك هو احمد فتحي عنده فيه ناس كلمته في انديه في الخليج في الدول العربيه، طبيعي جدا طبيعي، لاعب عقده بينتهي مع نهايه الموسم بيجي نبضه، توافق تيجي يا جماعه يا احمد تلعب معانا تبقى موجود، اللاعب بقى ليه الرد. تمام، فادي الجزء ده صح من ايه، من الدستور. قال لك فايلر سعيد ماشي، قال لك بقى ايه، الاهلي يحصل على توقيع كريم العراقي، مش حقيقي مش حقيقي مش حقيقي. تمام، خش على اللي بعده. احمد فتحي يقرر الرحيل اعتراضا على تجديد عقده لموسم واحد. طيب وليه ما تمش تجديد عقد وليد سليمان؟ ليه ما تمش تجديد عقد شريف اكرامي؟ ليه ما تمش تجديد عقد حسام عاشور؟ ليه اتكلمنا على احمد فتحي بس؟ اذا الحقيقه ايه؟ الحقيقه ان الملف اصلا ما اتفتحش لغايه دلوقتي بشكل رسمي، الملف ما اتفتحش مع الرباعي اللي انت هتبقى عايز تجدد لهم او اللي انت هتشوف هتعمل معاهم ايه خلال الفتره اللي جايه. فده برده من ضمن الاستنتاجات، ان اصل ممكن عشان احمد فتحي عنده 35 سنه فكابتن سيد او النادي الاهلي عرض على اللاعب موسم واحد بس يجدد، واللاعب عايز موسمين وكلام من ده. الحقيقه هتبقى امتى؟ هتبقى لما الملف يتفتح اصلا. الملف ما اتفتحش ليه؟ لان حضرتك شايف اكيد ضغط المباريات خلال الفتره اللي فاتت، دوري كاس مصر دوري ابطال افريقيا في فتره زمنيه قليله، ولسه عندك ضغط كبير جدا خلال الفتره اللي جايه كمان في مختلف البطولات. فالتوقيت المناسب اكيد هيختاروا المسؤولين في النادي الاهلي للحديث بشان تجديد الرباعي باذن الله، لما يكون في جديد هيكون رسمي من خلال النادي الاهلي سواء الموقع الرسمي او قناه النادي، وهنقول لحضراتكم عليه على طول يعني مباشره بخصوص الجديد، سواء في التعاقدات لما تتعاقد رغم ان انا قلت لحضراتكم في صفقه تم الاتفاق عليها خلاص اتحسبت تمام، لكن الاعلان الرسمي لسه، الاعلان الرسمي لسه. فكل الامور دي هيتم معرفتها خلال الايام القادمه ان شاء الله لغايه ما الشهر يخلص كده، ومع اول شهر يناير بقى تعرف الاخبار الرسميه باذن الله تعالى. دي كانت بعض الاخبار